أطفالنا فلذات أكبادنا، هم هبة من الله، هم أمانة في أعناقنا، واجب علينا تربيتهم وحمايتهم، نعلمهم كيف يستخدمون الطريق حتى لا يتعرضون للدهس. واجب علينا ألا نترك الطفل وحده في المسبح أو المتنزه كي لا يغرق، نعلمه الابتعاد عن الأخطار كي نحافظ عليه. إن غفلنا عن مراقبة أطفالنا لثوان قليلة، قد نعرض حياتهم للخطر. حياة أبنائنا أمانة، فلنحافظ عليها. مع تحيات مكتب الناطق الإعلامي، إدارة العلاقات العامة والإعلام.